دايري. مش احنا في الـ unit دوت واخدين ازاي نكتب دايري، مذكرات او يوميات. طيب انا في اليوميات هحكي عن حاجة حصلت خلاص، هحكيها ازاي، in the present ولا in the past ولا ايه بالظبط. لازم ابقى عارفة تصريفات الافعال. لو هحكي عن مثلا trip to مثلا اي مكان، انا هحكي عن رحلتي لمكان معين، هستخدم انهي زمن، هستخدم الباست. فطبيعي لازم ابقى عارفة كويس تصريفات الافعال كويس. لو بحكي عن روتين يومي ليا، حاجات يومية، يبقى هستخدم انهي زمن، present simple. فلازم ابقى عارفة التصريفات بتاعة present لكل الverbs. يمشي يا يارا؟ فلازم الverbs دي اساسي جدا، زيها زي ما بنحفظ الكلمات بتاعة الديكتيشن. آسيا يلا يا آسيا، it's your turn. تمام يا ماشي. اوكي يا صاحبي، اوكي يا يارا، قولي لي يا آسيا the past of the verb learn. هي فين آسيا معانا؟ يلا يا آسيا، learn learned learned learned. regular ولا irregular؟ the irregular irregular. بتنتهي بحرف ايه يا يارا يا آسيا؟ sorry تي T. very good. يبقى هنا learn بتنتهي عادي بحرف الان، لكن when I put it in the past it will be learned. برضه past participle هتبقى learned برضه. اوكي، هي irregular verb. ناقص عندي عبد الله، يلا يا عبد الله. Yes, teacher. Yes. يا عبد الله بقى انا اجيب لك verb بقى حلو كده، استنى بس استناني مسك وراح علي. هفصل لك فيرب على مقاسك كده شكله حلو. ايه رأيك يا عبد الله؟ قول لي the past of the verb look. ده سهل قوي اهو. What? look Look, look. yes Look, look. ايوه، وال past participle لوكس برضه. looked برضه. برافو. طيب thank you يا رنا، Thank you my teacher. Thank you very very much. ويلكم. هاي يا رنا، معانا يا رنا ولا ما دخلتيش؟ رنا كانت موجودة معانا في بارت 1 كده. يا رنا تهربي من دورك؟ يعني احنا في بارت 1 كنا 14. طيب يا رنا ماشي، يلا بقى مع بعض هنفتح مع بعض اليونت، هنراجع عليه مراجعة سريعة وبعدين نحل مع بعض أسئلة عليه. واحدة السلام عليكم. عليكم السلام. انا قلت رنا هربت، قعدت انادي عليكي قلت يبقى هي هربت. هربتي مننا يا رنا في دورك؟ لا شغال، بس اخذ كتاب حاجة فطولت، يعني هبعت. طيب طب قولي لي يا رنا، ثواني بقى يا رنا عشان كنت محضره لك الفيرب. قولي لي the past of the verb imagine. المجد imagine ها والباست بارتيسيبل المجد برضه. imagine imagined imagine. thank you، انا مبسوطه منكم النهارده كله، برافو عليكم. طيب نفتح مع بعض بقى البوكس بتاعتنا على اول لسن خالص في يونت 5. طبعا هو بيتكلم هنا عن مين؟ عن famous travelers. فاكرين هو كان بيتكلم عن مين في الترافلرز؟ عن مين اول واحد اتكلم عنه اللي هو مين؟ ماركو بولو. ماركو بولو. اوكي، هنا في الليسن ده كان بيتكلم عن رحلة ماركو بولو لحد ما وصل فين. هنا كده. اوكي، what are you reading Angie؟ طبعا conversation between Rana and Angie. Angie هنا كانت بتحاول to تشوف الدايري، her diary, her travel diary, to remember her family's vacation in Croatia. Okay. هي حابة عايزة تفتكر بقى عن رحلتها في كرواتيا والمتحف اللي راحوا زاروه اللي هو بتاع ماركو بولو، ماركو بولو ميوزيم.
اوكي. يعني المتحف ده عبارة عن ايه؟ عن رحلة ماركو بولو to China. He went there in the 13th century. خلاص، مين ماركو بولو ده أصلا؟ He was an Italian explorer and one of the first people from the West to visit China. من أوائل الناس اللي راحوا China. He went there in the 13th century and wrote a diary about his experience. طبعا لسه هنقرأ الدايري اللسن اللي جاي. It's called The Travels of Marco Polo. رحلات ماركو بولو. اوكي. طبعا احنا لما هنقرا بقى هنعرف ازاي يعني الرحله بتاعته قد ايه كانت صعبه يعني. How did people get to China؟ طبعا رنا كانت مستغربه جدا وبتقول لانجي How did people get to China in those days؟ طبعا ازاي كانت الناس تقدر توصل لحد الصين في الايام دي؟ ده لا كان في ولا طيران ولا في ترين. اوكي. It was very difficult. The journey took years. متخيلين ان الرحالة يقعد سنين في الطريق على بال ما يوصل لمكان معين؟ انا مش متخيلة بصراحة. ماركو بولو went on a long voyage. Voyage، احنا قلنا ان voyage يعني ايه؟ ها؟ حد غير اسيا، حد غير اسيا please. اتفقنا ان ايه الفرق بين voyage وبين trip and journey؟ فويج رحلة بحرية. Yes, great. مين اللي قال؟ مين صفوة. اللي برافو يا صفوة. Thank you. Voyage دي by sea أو by sea، بتبقى في البحر. أوكي. وطبعا قلنا trip، trip دي اللي هي الرحلة قصيرة، journey رحلة طويلة، ده الفرق بينهم. He sailed by ship from Venice to Karkila. المتحف اللي هي راحته أصلا إنجي كان في كاركلا. And then on to Iran. When he got to Homs, he stopped and went across the desert. He rode a camel all the way to China. يعني هو بدأ رحلته بفوياج باي سي لحد ما وصل لكاركلا من فينس. فينس دي اللي هي في إيطاليا، وهو أصلا إيطاليان، هو أساسا إيطاليان. فبدأ من عنده من إيطاليا لحد ما وصل كاركلا. كاركلا دي قلنا إن دي آيلاند في كرواتيا. طيب بعد ما وصل كوركلا منها على إيران، وبعد كده لما وصل على مضيق هورمز stopped and went across the desert، وكمل رحلته كلها riding a camel، راكب الجمل لحد ما وصل الصين. طبعا هي منبهرة خالص رنا، وقلت لها what an adventure، what an adventure. Yes, and imagine arriving in China almost 800 years ago. متخيلة كمان ازاي حد يقدر يسافر للصين من 800 سنة. It was so different then. طبعا كان الوضع مختلف خالص، ما كانش فيه اي حاجة متسهلة زي دلوقتي. طيب ده كان في lesson 1. okay. نروح مع بعض lesson 2. ده كان اللي هو الاكتشاف، بس احنا اخذنا المهم من الاكتشاف اللي هما culture اللي هما اكتشفوها في نيجيريا لو نفتكر. بس احنا الاهم بتاعنا lesson 3 دلوقتي. طيب lesson 3 ده كان بيتكلم بقى ماركو بولو crosses the desert. عملوا ايه ماركو بولو علشان يعدوا الصحراء؟ ماركو بولو was 21 when، طبعا كان عنده 21 سنة سنة 1275 1275. He went into the Gobi Desert for the first time. He was fascinated by the sand dunes. طبعا احنا عارفين الساند دونز، مش احنا عارفين الساند دونز؟ خدناها في الدراسات، هي الكثبان الرملية. Which moved with each step the camel made. كل ما يمشي step الكامل الساند دونز دي بتمشي معاه. Some of the dunes were 60 meters tall. متخيلين طولها 60 متر لفوق. And 20 meters long. وعمقها بقى ممكن تبقى 20 متر. And their shapes were a long, sorry, always changing. دايما بيبقى شكلهم بيختلف. طيب هو دلوقتي كان معايا قافلة. The dromedaries in the caravan moved slowly up and down the dunes. الرحلة دي كانت طبعا بالكاملز اللي هم الدروميداريز اللي هم بسنام واحد، وكان معاهم الكاروان. احنا قلنا كاروان يعني قافلة. قافلة كانت ماشية ببطء طبعا مع الكثبان الرملية دي swaying like big ships over the ocean.
طب احنا عارفين شكل الشيب كده وهي في البحر بتتمايل يمين وشمال ازاي، او بترتفع وتنخفض مع الامواج؟ هي بالظبط ده اللي بيحصل مع الكامل في الصحراء بسبب ايه؟ ساندون. طيب هو هنا بيحكي عن التفاصيل. انا عايزة الحاجة المهمة، الحاجة المهمة ان هو طبعا قعد في الرحلة دي سنين، اوكي، وعند حتة معينة اللي هي before they left the lob nur Marco made sure they had enough food قبل ما يخشوا بقى للمكان اللي هو اسمه ايه؟ فاكرين المكان كان اسمه ايه؟ هو المكان المفقود ده اللي بيمشوا فيه ما فيهوش ولا اي حد. لا انتوا نايمين. لا انتوا نايمين، انتوا مش كنتوا معايا؟ مش كنتوا معايا السيشن دي؟ طيب اهي اجيبها لكم عشان تفتكروا كان اسمها ايه، الصحراء اللي هي ما فيهاش حاجه خالص اسمها ايه؟ دوبي، ها، دوبي ديزرت، صحراء جوبي. ديزرت دي كانت ايه بقى فاكرين؟ كانت عباره عن صحراء فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه. كان قبل ما ينتقل للصحراء دي كان اتاكد، كان اهو ماركو ميد شور they had enough food and water for the man and the animals to last for 1 month. قعدوا في ماشيين في الصحراء دي لمدة شهر. فطبعا قبل ما يدخلوا الصحراء دي كان ايه، بيتأكدوا ان معاهم اكل ومية زيادة لحد ما يوصلوا للصحراء دي، لحد ما يخرجوا من الصحراء دي. After exactly 30 days، بعد بالظبط 30 يوم of traveling across the desert that brightening empty land, they finally saw the green line of no oasis on the horizon. أخيرا وصلوا لواحة نوح وشافوها كده من بعيد. طبعا هم على بال ما وصلوا كان كل حاجة معاهم خلصت. طيب نيجي بقى للبروجكت بتاعي اللي في lesson 4 اللي هو how to write. فاكرين how to write diary؟ بالمناسبة مش كله بعت لي الدايري اللي أنا طلبتها. مش كله بعتها؟ أيوة مس بطة، أيوة، في مش كله بعتها، وأنا قايلة لو سمحتوا نبعتها بليز قبل ما ندخل اليونت الجديد، تبعتوا لي الدايري اللي أنا اتفقت عليها. وساعتها أنا قلت إن الدايري في ليها شروط معينة، بس هي ممسوحة عندي من هنا، هجيبها في الكتاب التاني لحظة. هي باينة هنا features of diary writing. أهم حاجة it usually has short paragraphs، لازم يبقى paragraph قصير. okay each one about what happened on a single day. احنا اتفقنا ان الدايري هو زيها زي الباراجراف، بس بيبقى فيه features كده بتحكمها، يعني سمات معينة لكتابة الدايري. الدايري دي اللي هي اليوميات يا ولاد. okay طيب لازم ان تبقى هي عبارة عن باراجرافات قصيرة مش باراجرافات طويلة. Each one about what happened on one single day or a single day. يعني أنا هكتب في الباراجراف ده أحداث يوم واحد فقط، ما ينفعش يبقى باراجراف فيه أحداث أكتر من يوم، أو إن اليوم الواحد يبقى في أكتر من باراجراف. لا، باراجراف قصير يبقى شامل أحداث يوم واحد. It is written in an informal style. هو أنا دلوقتي لما بكتب يومياتي بكتبها لحد formal، يعني بكتبها لحد لازم تبقى اللغة بتاعته فورمال؟ لا طبعا، بنكتبها بانفورمال ستايل، يعني لغة غير رسمية. أنا واحدة بحكي مع نفسي كأني بكلم نفسي بالظبط. And uses first person pronouns. ونتكلم بقى عن، واحنا بنتكلم في الدايري لازم نستخدم ضمائر المتكلم زي ايه؟ أنا ونحن، اوكي، I، we، my. طيب it describes the writer's thoughts, feelings and opinions. لازم تكون بس بتتكلم عن the writer's thoughts، يعني انت دلوقتي ولا انت وانت بتكتب دايري بتكتب عن افكارك انت واحاسيسك ومشاعرك انت وارائك انت، مالكش دعوه بغيرك. اوكي it usually describes people, places and experience. لازم يعني بتوصف الخبرات اللي بيكتبها والأماكن اللي راحها، الناس اللي قابلهم،
المهم ان هي اسمها في الاخر اسمها ايه، يوميات او مذكرات. اوكي طيب، هو ده كده تقريبا هو كل الليسون. هو مش طويل بس طبعا مليان كلمات كتير جديدة علينا. تمام، عايزين مع بعض نحل بقى بسرعة كده قبل ما السيشن بتاعتنا تخلص. طيب احنا بس مرتب، فاضل بس 30 minutes. لا مش 30، فاضل 15 minutes او 14، 13 minutes قصدك، 13 مش 30. لا بس 13 دقيقة تقريبا. 13 مش 30، انت قلت 30، 30 يعني 30، اسمها 30. طلبات. طيب تمام، طيب يلا نبدأ ب جويرية. لحظة واحدة بس، خليكم معايا ثانية. بيكلميني يا يارا عشان انا مش عارفة اقرا التاكست بتاعك. اوكي حبيبتي بيكلميني بعد السيشن. تمام، على تليجرام. اوكي طيب، يلا يا جويرية. يا ميسي يا دم الكتاب تاني صح؟ ده كتاب تاني غير كتاب ان كتاب، عشان ده غلط. لو عايزين نحل من كتاب يبقى نيفر مايند، يلا نحل منه احسن. يلا عشان يبقى الاسئله معاكم في الكتاب ونحلها سوا. يلا من اول هنا يا جويرية. صفحة 167. لا 171، 171 يا محمد. 171. يلا يا شبيرية، answer number one. last week I last week عند last week أنا هختار أنهي verb يا شبيرية. شبيرية يا شبيرية، it's your turn. سمعني يا شبيرية؟ لو سمعني وعندك مشكلة في المايك اكتبيلي في الشات بوكس. بعد شوية ريا حلا، يلا يا حلا. Where are you يا حلا؟ حلا خرج. مي شوية ايوه وتقول مشكلة في المايك في الشات. طب يا شوية حليلي السؤال لو سمحت. last week I go ولا going ولا went ولا going؟ كام؟ مين last week I go ها؟ last week I go last week، last week دي يعني ايه يا جويرية؟ يعني الأسبوع الماضي. لا مش go، المفروض ان ال دي يعني في الباست، تبقى ايه؟ أو ايوه فعلا. لا يعني بس ما اعرفش اللي بعدها. went يا شوية، went. اوكي هلا تمام، بعد هلا احمد. تمام يلا نوك نوك civilization civilization، made civilization. civilization not civilization made sculptures of humans from from Not. gold. مش from gold، Wait. from clay. From clay، الاكتشاف اللي اكتشفوه في نيجيريا، اكتشفوا sculptures from clay، كانت معمولة من clay طين. Thank you يا أحمد. يا مروان اوكي number 3، سيف angry with his brother yesterday. was Was very good.
was. Thank you يا مروان حبيبة. أيه بس Article 4 I can explore the not as land. D دي ماسترز ايلاند. اوكي هي دي اللي انا كنت بقول لكم عليها. طيب تمام. ويسترن محمود. محمود معانا؟ محمد حمادة. حاضر يا ميس. fascinated by. fascinated أوصلهم أوصلهم ببعض. اه يعني ايه fascinated by؟ تبقى اني واحدة بتقول هنختار إنجيري. النيجيريا؟ لا يا محمد. طب تسمع كده ميلة؟ طب اسمع كده سما هتقول لنا ايه؟ سما انت عارفة الإجابة؟ يلا يا سما. رقم انا رقم سي ام اس ايه صح يا محمد رقم برافو. سي تمام fascinated by يعني very interested in. thank you يا محمد. يا سما سما what was. اسمك. اجاوب انا يا رب. انا مش عارفة سما ما بتردش ليه. لو في حاجة عندك في المايك يا سما اكتبي في الشات بوكس. What was your favorite؟ طب يا سما يلا يا رب. What was your favorite thing favorite thing about the برافو عليك time؟ about the vacation. thank you يا رب. محمد مجدي Yes, he went to China little D. he went to China huh letter D. Age, okay yes. 800 years ago. okay thank you يا محمد. طبعا enough people lived in Nigeria. خلاص كده محلولة. okay سارة يلا يا سارة. نعم نعم مس. طب هنا yes How did you travel there? how did you travel there? thank you يا سارة. يلا يا صفوة. I was visiting Morocco Pools Museum. I was visiting Marco Polo's museum. Thank you. صفوة يلا يا أسيا. Where did you go yesterday? Thank you عبد الله. عبد Yes, الله it's, I'm sorry. Yes, it's, I'm sorry. تفضل. Okay. He has فين هاز؟ مفيش هاز في الجملة دي. هاز مش هاز. his. I'm وبعدين دي sorry. ما ينفعش هي بعد هي المفروض يبقى فيه verb. where the verb here؟ فين الverb هنا؟ بعد هي مفروض dairy. he a dairy؟ no. طب نشوف كده رنا هتقول لنا ايه. طب يا عبد الله ركز معاها محضره الاجابه يا رنا. نعمس. تعرفي تجاوبي السؤال ده؟ reorder. Okay. Number four. yes Okay. who can answer؟ تأكد منها. عرفتيها يا رنا ولا لسه؟
عرفتها بس انا بس مش متأكدة منها. قولي يا ماما احنا نصلح مع بعض. قولي هي اكسبرينس هاز نص لا experiences انا دي عارفها. هنا، دي مش جايه verb. انا عندي هنا verb، where's the verb؟ روت He wrote. Yes he wrote what، كتب ايه بقى؟ روت أداري He wrote about his روت darling diary experiences. He wrote about his diary experiences. يعني كتب عن خبرات أو اللي هي التجارب بتاعته، مذكراته في التجارب. Okay. خلاص طيب تمام، احنا كده خلصنا unit 5 مع بعض. إن شاء الله next session هنبدأ في unit 6، وبعد ما نخلص هيبقى في quiz على 2 units دول. تمام، وبعدين زي ما تحبوا، لو عايزين كويس على يونت 5 I am ready. تحبوا ايه؟ احنا نعمل فوت على الجروب، اللي عايز كويس على يونت 5 السيشن الجاي يكتب لي يس، اللي مش عايز سيشن يكتب لي نو، سوري مش عايز كويس يكتب لي نو. اوكي انا مستنيه. تمام، اللي عايز كويس يكتب يس، كويس يس، كويس نو، انا منتظره بقى. يعني انا ديمقراطيه، عايزه اعمل ايه؟ حل يرضي كله، نمشي برأي الاغلبيه. يلا خلاص اوكي، شوفوا السيشن الجاي. يلا باي. باي باي.